لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن واضعا لي وجوه التوبة يا من بصعودك المجيد. والكلمة صار جسدا وحل بيننا لأجلنا أخلى ذاته، ولقد ولد في المغارة متنكرا، واختبل الفقر الأقصى مولودا في مغارة، مضجعا في مذود ومدرجا في الأقمطة، وفي هذا الفقر ظهر غنى لاهوته متلألئا. لهذا فإن السماء قدمت له المجوس بواسطة النجم كباكورة الأمم وسابقي الكنيسة بحسب القديس يوحنا الذهبي الفم، وملاك من السماء أعلن مولده للرعاة الساهرين، وجمهور الملائكة بشروا به من السماء بالتسبيح: المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي أناس المسرة، معلنين بأن مسرة الله للبشر هي السلام، هذا السلام الإلهي الذي يفوق فهم العقل، يأتي إلى العالم بكلمة الله المتجسد يسوع المسيح، إنه رسول الرأي العظيم ورئيس السلام وشمس البر.